طيب بدل بقى الزرار اللذيذ ده ارميه اللي انا عملته ده. عايز احط هنا في الكونتنت بقى كل الحاجات اللي اي رغي كده في الصفحه الرئيسيه كنا حاطينه اصلا الديفولت تمبلت كان موجود جوه هنا صح؟ جوه ملف ال HTML ده صح؟ الديفولت اللي هي الصفحه الرئيسيه كان مكتوب فيها رغي شويه رغي كده. اجيبهم كده بس احطهم عندي يعني بحيث ان انا يعني اخد منهم كوبي شويه الرغي دول كصفحه رئيسيه خلاص. وبعد كده ابدا انا اشتغل في الصفحات التانيه زي ما انا عايز جوه جي ديفلوبر جوه ماي وورك جوه نيوز ابلكيشن جوه نيوز ناو جوه بابليك اتش تي ام ال. قمت عامل كليك يمين وقمت عامل بيست. قال لي هترابلس الاندكس القديمه. قلت له رابلسها خلاص. فخلى الاندكس بقى ايه الاساسيه خالص من غير ما نمسح منها حاجه. خلى الاندكس من غير ما نمسح منها ايه حاجه. قال لي هتسيف الديفولت هنا. قلت له ماشي. سي في ستايل دوت سي اس اس الملف ده ايوه اللي فيه الرغي ده. قلت له ايوه الرغي ده. افتح السورس بتاعك فين الرغي موجود فين جوه الديفال اسمها تكست. ايوه فعلا صح. اخدته كوبي كل اللي موجود جوه الديفال اسمها تكست كوبي منه وقمت رايح على الديفولت بتاعتي الصفحه الرئيسيه اللي عندي. وعايز احط كل الكلام ده جوه الديفال اسمها تكست اللي هي اصلا اللي هي المكان اللي بيتغير فيه الفيست هي الفاست اللي هي اللي هي في التمبلت. اخش على الديفولت وافتح سورس الفاست اللي اسمها كونتنت دي بدل ما اقفلهاش كده على طول اقفلها تحت لوحديها كده. واقوم عامل هنا ايه بيست. واقوم عامل هنا ايه بيست. كان من المفترض ان ده اتش تي ام ال ما يتحطش هنا كده. لازم احطه ما بين فيرباتيم صح؟ احطه ما بين ايه؟ فيرباتيم. واقفل في الاخر خالص بسلاش ايه؟ فيرباتيم. وارجع ارن الصفحه دي كليك يمين وديبج. خلاص احنا اتفقنا نشتغل بايه؟ بديبج على طول. رن اهو صح كده؟ كل حاجه تمام. ده هنعتبرها ان دي الصفحه الرئيسيه بتاعتنا خلاص. عايز ابدا دلوقتي دي طبعا اللينكات كلها مظبوطه على الموقع اللي جبنا منه التمبلت اللي هو http://free-css.com. فري سي اس اس ده موقع بيحط سي اس اس كتير فري. انا مش عايز كده. مش عايز كل ما اقف على اي حاجه الاقيها فري دوت سي اس اس مش عارف ايه عشان ما يبعتنيش على مكان تاني. اخش على المين تمبلت بتاعتي ادي الموقع. هتلاقي كل اللينكات بتنادى على الموقع ده. كل اللينكات بتنادى على مين؟ الموقع ده. فانا ما عايزش كده. هو عامل كليك يمين واف فايند. اعمل كليك يمين واف اف. طلع لي فايند تكست طلع لي دايلوج كده. قلت له دور على التكست دوت اللي اسمه اتش تي تي بي نقطتين شرطه شرطه مش عارف ايه مش عارف ايه كل العنوان ده. ريبليس ويز هتغيره بايه؟ قال لي بايه؟ قلت له غيره بفاضي. غيره بايه؟ بفاضي خالص. يعني عايز اي العنوان ده اول ما تلاقيه غيره وخليه ايه؟ فاضي بحيث ان بعد كده كل اللينكات تبقى مجرد ان هي اللينكات فاضيه غير ما انا حد نعم احط لي تاني خلاص. انا دلوقتي كل اللينكات مظبوطه عندي على الموقع ده. كل اللينكات مظبوطه عندي لما خدتها من التمبلت مظبوطه على الموقع ايه؟ على الموقع ده. انا عايز اشيل كله. عايز اخليها كده هايبر ريفرنس فاضيه فاضيه كل اللينكات بقى اقعد ماشي على لينك لينك. لا طبعا اعمل ايه؟ اعمل كليك كمان واف كنترول اف اعمل كمان اف طلع لي الدايلوج خلاص معايا. فقلت له ايه التكست اللي انا عايز ادور عليه التكست تو سيرش فور التكست ده. ريبليس ويز هتشيله وتخلي مكانه ايه؟ قلت له عايز اخلي مكانه ايه؟ فاضي. خلي مكانه ايه؟ فاضي. وقام دايس ايه؟ اوكي. المفروض دي ريبليس لي كل الايه؟ كل اللي موجود في الصفحه. فعلا هتلاقي كل اللينكات دلوقتي مالها فضيت. هتلاقي كل اللينكات دلوقتي مالها ايه؟ فضيت. عايز اظبط الهوم على الصفحه الديفولت دي صح؟ ممكن جاي هنا كاتب ديفولت هايبر ريفرنس ديفولت دوت جي اس بي اكس. او انا يا ريت يفضل انك لما تيجي تختار اي لينكات او كلام من ده تخليه هو اللي تختار من اللي هو بيطلعه لك. تختار من اللي هو بايه؟ عشان اللينكات حتى هتسال حتى الحروف. يعني ما ينفعش يبقى صفحه اسمها ديفولت وبيديك كابيتال او بيديك السمول وتكتبها انت هنا بيديك كابيتال. فيفضل اول ما تيجي تكتب هو يطلع لك اختيارات او يطلع لك منيو كده فيها الاختيارات او الصفحات المتاحه تختار منها الصفحة اللي انت ايه؟ اللي انت عايزها افضل.
عارفش اعلق ليه. لو ما طلعها لكش زي كده دوس كنترول وسبيس، كنترول وايه وسبيس، او يطلعها لك ايه، قال لك تقصد دي، قلت له ايوه، او مختارها كده. خلاص كده، خلاص كده اللينكه بتاعتهم شغاله. اللينكه بقى اللي بعديها اباوت اس، عايزين نخليها ريجستر مثلا، او ممكن نخلي اباوت اس والحاجات اللي هي العاديه دي صفحات اتش ام ال طبعا عاديه، ممكن تكتب فيها كلمتين يعني عن الموقع عن الشركه مش عارف ايه الى اخره. فانا اعمل فايند على اباوت اس دي اهي، لقيتها على طول. قلت له مش هخليها اباوت اس، اخليها ريجستر. قال لي هتنادي على صفحه اسمها ايه؟ قلت له لسه ما عملناهاش. قال لي اعملها، يفضل تعملها الاول قبل ما تبدا تنادي عليها، يفضل تعملها الاول قبل ما تبدا تنادي ايه؟ قبل ما تبدا تنادي عليها. فاجي كده من فايل نيو جي اس اف بيج، سميتها ريجستر وجي اس بي اكس طبعا، وبيج تمبلت، وهتقوم على المين ايه؟ هتقوم على المين تمبلت، دوست على اوكي. اهي لسه فاضيه، الكونتنت مش هكتب فيه غير كلمه ريجستر بيج بس، واسيبها فاضيه دلوقتي مؤقتا. خلاص كده، واجي هنا في اللينكه بتاعتي وقايل ايه؟ وكنترول سي كنترول سبيس، طلع لي العنوان، قمت دايس انتر، قام مختاره لي، قام ايه؟ قام مختاره لي، وادوس على سيف. وارجع كده للصفحه الديفولت بتاعتي، اعمل ريفريش عشان تاخد احدث حاجات اتعملت. ادي هوم وادي ريجستر. لما بدوس على ريجستر ودانا على ريجستر بيج فعلا لسه فاضيه. لما بدوس على الهوم بيرجعني تاني على مين؟ على الهوم. وانا جاهز دلوقتي ان انا ابدا اعمل ايه؟ ابدا اشتغل على الصفحه بتاعتي. لو رحت دلوقتي على قفلت ده قفلت ده، وقعدت على الصفحه اللي اسمها ريجستر دي، انا صفحه ريجستر، اشيل كلمه ريجستر بيج وابدا اشتغل في الايه؟ في ريجستر بيج. يبقى احنا عملنا ايه المره دي؟ كل اللي احنا عملناه ان احنا عملنا في الصفحه الرئيسيه ظبطنا اللينكات، وبقت اللينكات بتنقل على الصفحات الفرعيه بداخلها. خلاص كده؟ مش اكتر من كده. يعني ازاي اغير في الصفحه التمبلت بحيث ان اقدر انقل على بيت الصفحات الايه؟ الداخليه.